السلام عليكم. دي سلسلة جديدة سميتها ميد جيرني ديلي برومت. كل يوم هناخد صورة أو اتنين نشوف البرومت مكتوبة ازاي ونحاول نغير فيها ونتعلم منها. دي أول صورة هنبص عليها. لو أنا جيت هنا ممكن أدوس هنا عشان أعرف البرومت المكتوبة. top view يعني ببص من فوق. top view photography of a human footprint with leaf texture معمولة من ورق الشجر. isolated on white background. الكيوس بـ20 لأن الأربع صور مختلفين عن بعض بدرجة 20، والكيس عارفين من 0 لغاية 100، والـ AR aspect ratio 2 ل 3 يعني شبه portrait. الـ style raw يعني شبه حقيقية، و stylized 300 يعني نسبة الـ creativity. تعالى كده نكتب prompt دي ونجرب تاني كده ونشوف تطلع مظبوطة زي دي ولا لأ. نبص هنا وتعالى بالمرة كمان نجرب نغير في الـ prompt. لو دوست هنا copy ممكن اخد الـ prompt تاني واجي هنا اكتب له نفس الكلام. خلي بالك لما بكتب هنا بارامترز بيوفرايد الحاجات الموجوده هنا. هخليها بدل ما هي ليف هخليها ساند ودوس انتر. وعبال ما يخلص تعال نبص على تاني واحده. دي تاني برومت هنغير الواين متقلقوش. لو دوست هنا كده تعال نغير هنا مور، خليها مور ليمون ان بينك. خلي بينك دي يلو وهنا يلو ليمون، وتبقى البرومت بتاعتنا screen print of the words more lemon in yellow and red. هنشيل red هنخليها yellow بس. a green hand اللي هي الهاند دي holding up a glass of yellow lemon on a white background simple shapes in the style of كاميلي ولالا. غالبا ده فنان يعني، وده الاسبكت ريشيو. تعالى كده ندوس انتر نشوف هنا الكرييت بتاعنا. الصورة دي قريبة والصورة دي كمان. هنا لما حولتها لساند وهنا الصورة دي جميلة جدا. هنا مور ليمون وهنا جرين هاند وهنا العصير ليمون بس مفيش عصير. هنا برضو صورة حلوة تنفع اعلان او تنفع تيشيرت ديزاين. هنا مور ليمون مكتوبة بفونت ظريف وهنا برضو الجرين هاند وهنا الليمون موجود جواه الكوباية. دي كانت التو برومتس اللي احنا بصينا عليها النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة. كل يوم هناخد برومت او اتنين نحاول نفهمهم ونحاول كمان نعدل فيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.